اليوم جينا في مسيرة أخرى بعد مئات المسيرات على المستوى المحلي والوطني اللي الطلبة ما عياوش من بعد سنتين من الإضرابات المتقطعة ومن بعد مقاطعة مفتوحة الدروس النظرية والامتحانات والتدريب الاستشفائية لمدة أزيد من 9 أشهر. الطلبة باقيين اليوم متشبتين رغم أنهم دائما سبقونا للحوار في حين أن الطرف الآخر قمع الطلبة قسمهم فضل أن يحاور أولياء الأمور ديالهم كما يحبون أن يسموهم بدل ما أنهم يحاوروا الطلبة والممثلين الشرعيين ديالهم اللي طلعوا بالتصويت. الطلبة اليوم يتشبثون بمقاطعات الدخول الجامعي القادم أو ما يحبون سميته الدخول المدرسي لأن هاد المسؤولين هادو ما كيعتبروش أن الطلبة ناضجين بما فيه الكفاية ولا عندهم داك النضج الكافي باش أنهم يحاوروهم. الطلبة يؤكدون على رغبتهم في مقاطعة التدريب الاستشفائية والدخول المدرسي القادم بأي ثمن إن لم يتم استجابة المطالب ديالهم. مسيرة الصمود مسيرة كتزامن مع عدة مسيرات ووقفات احتجاجية بكافة كلية الطب والصيدلة بربوع المملكة المغربية. احنا اليوم لا نريد تكرير داكشي اللي كنقولوه دائما ونطيحوا في لاغودوندونس. يبدو ان المسؤولين ما كيسمعوناش، داكشي علاش اليوم غادي نوجهوا الكلمه ديالنا الراي العام. ابائنا وامهاتنا خوتنا المغاربه اللي غدا غادي يكونوا في يدينا كنبغيو نقولوا لهم اليوم ان الوضعيه ديال الطلبه الاطباء يرثى لها. احنا اليوم مع واحد الحصيله ديال الاصفار وزعت على كافه الطلبه في المغرب 25000 طالب. نحن اليوم امام مقاطعه ديال 5 ديال الدورات ديال امتحانات عادية واستدراكية واستثنائية. احنا اليوم امام طرد 34 سنة وزعت على 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 الممثلين ديالنا. كنبغيو نقولوا ان هاد الطلبة هادو اللي عاشوا ما يقارب 10 ديال الشهور في واحد الحالة يرثى لها، ما غادي يكونوا الا اطباء ومواطنين منهزمين لا يؤمنون بالتغيير، لا يؤمنون بان الفرد يقدر يدير شي حاجة في المجتمع ديالو. كنبغيو ايضا نقولوا لهم انه الا كيخلعونا بالسيناريو ديال السنه البيضاء وربما غادي تكون اخر رساله، الا كيخلعونا بالسيناريو ديال السنه البيضاء فاننا نبغيو نقولوا لهم ماشي سنه بيضاء وحده ولكن سنوات بيضاء في سبيل تكوين طبي، في سبيل المواطن المغربي وفي سبيل الحقوق والمطالب المشروعه ديالنا.